مش لازم تجلس العديد من الساعات الطويلة ترندر في أنيميشن، ولكن ممكن في بخصوص الفيو بورد ممكن ترندر جزء بسيط مبدئي يوضح لك كيفية الأنيميشن والقصور أو كان فيه تعديل في الأنيميشن. ببساطة شديدة أولا بيكون الشكل هكذا، إحنا لو عايزين نرندر من غير أي تفاصيل فمن السوليد ومن فيو بنذهب إلى فيو بورد ترندر أنيميشن، ولكن أولا في الأوتبوت في سكشن الأوتبوت السكشن الثالث بنختار الصيغة تكون فيديو، وبنختار طبعا MP4 هنا الجودة والفريمز وليكن 30 فريم. أنا برندر 120 فريم يعني 4 ثواني فيو، ثم فيو بورد ريندر انيميشن، فهتظهر شاشة زي احنا شايفينها بهذا الشكل. عشان نوصل للمستوى الأعلى مش محتاجين الجريد ولا محتاجين اللايت، فهنلغي اللايت والجريد. هنوصل للفيو بورد شيدنج، كل ماتيريال او كل اوبجكت ليه ماتيريال معينه. هنوصل هنكون احنا في الفريم الاول ثم فيو بورد ريندر انيميشن. هكذا هنحصل على اننا هيعمل الفيو بورد ريندر انيميشن من الفيو فيو بورد ريندر انيميشن. خلينا ننتظر انه نغير هذا الملف اوت بوت وننتظر بعض الثواني لحد ما نخلص رندر انيميشن. وبكده نكون انتهينا من هذا الدرس، اننا قدرنا نعمل فيو بورد انيميشن ونستعرض الانيميشن من غير ما نعمل رندر بخطوات بسيطه. اتمنى يكون الدرس مفيد، والى اللقاء في الدرس القادم.